السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد. كما كتشوفوا معايا هنايا كاينين بوركينيات في الالوان وفي الاشكال ديال المحجبات وغير المحجبات، يعني تشكيلات ما شاء الله. كما كتشوفوا معايا كاين بحال اللبسه بحالها بحال الصك، كما كتشوفوا معايا هنايا في الفيديو. تشكيلات رائعه بالنسبه للمحجبات، ما غاديش يتحرموا من السباحه. يعني كاين حتى الملابس ديالهم كما كتشوفوا معايا هنايا. اللي بغى شي حاجه مرحبا. النمره دائما ديال الاخ هي اللي كنخليها لكم على القناه وكنخليها لكم في صندوق الوصف، ومرحبا بكم. وبقاو معايا حتى لاخر فيديو تشوفوا الاشكال والالوان الرائعه اللي كاينه هنايا في الفيديو ديال البوركيني. بوركيني رائع ومريح للسباحه. وبقاو معايا حتى لاخر فيديو تشوفوا الاشكال والالوان. ودائما الجديد والحصري على قناة شريفة سمر تي في وعلى قناتكم. تشكيلات رائعة في البوركيني. كما قلت لكم كاينين بوركينيات بحالهم بحال الصاك، كيجيو متواتين وكيجيو رائعين. اللي بغى شي حاجة مرحبا. للاستفسار بالنسبة للثمن الألوان الأشكال القياسات، يعني أي حاجة بغيتوها مرحبا. دائما نمرة الأخ هي اللي كنخليها لكم على القناة وكنخليها لكم في صندوق الوصف. وبقوا معايا حتى لآخر فيديو تشوفوا الأشكال والألوان.
وفضلا منكم وليس امرا بارطاجيو في الواتساب الفيسبوك الانستغرام في جميع مواقع التواصل. اللي بغى شي حاجه مرحبا. دائما نمرة الاخ كما قلت لكم هي اللي كنخليها لكم على القناه وكنخليها لكم في صندوق الوصف. انتم كتشوفوا معايا بوركيني بحال وبحال الصك كيجي رائع. انتم كتشوفوا معايا البوركيني كما قلت لكم بحالو بحال الصاك يجي مواتين ومريح البوركيني صراحه تشكيلات ما شاء الله تشكيلات كلها رائعه. وبقوا معايا حتى الاخر فيديو تشوفوا الاشكال والالوان. بالنسبه للبوركينيات كما قلت لكم ديال المحجبات وغير المحجبات. بالنسبه للنمره ديال الاخ هي اللي كنخليها لكم دائما على القناه وكنخليها لكم في صندوق الوصف.
يعني تشكيله ما شاء الله تشكيله رائعه. وما تنسوش فضلا منكم وليس امرا اشتركوا عندي في القناه وضغطوا على زر الجرس لايكات فضلا وليس امرا. بقاو معايا حتى لاخر فيديو تشوفوا الاشكال والالوان الرائعه اللي كاين هنايا في البوركيني بوركينيات جديده وحصريه على قناه شريفه سمر تي في وعلى قناتكم. كما شفتوا معايا البوركيني 4 بياس كما كتشوفوا معايا هنايا. وبارطاجيو مع العائله ديالكم مع الصديقه ديالكم الاصدقاء ديالكم اللي بغى شي حاجه مرحبا، لان هذا فصل الصيف وما بقى والو يعني بنادم كيبقى خصو السباحه وضروري غير خصو يتبرد. هنا كاين اشكال والوان في البوركينيات ديال المحجبات، يعني حتى المحجبات ما غاديش يتحرموا من السباحه. ومرحبا بالجميع اللي بغى شي حاجه مرحبا. كما قلت لكم دائما نمره الاخ هي اللي كنخليها لكم على القناه وكنخليها لكم في صندوق الوصف. وبقاو معايا حتى لاخر فيديو تشوفوا الاشكال والالوان.
وبارطاجيهم مع العائله ديالكم، مع الصديقات ديالكم. اللي بغى شي حاجه مرحبا، الثمن مناسب. وبقاو معايا حتى لاخر فيديو تشوفوا الاشكال والالوان اللي كاينه هنايا في الكوركيني. كوركيني جديد وحصري على قناه شريفه سمر تي في، ومرحبا بكم. انتما كتشوفوا معايا الكوركينيات ما شاء الله كلهم روعه، كلهم يعني زوينين ومستورين ومريحين. كل سيده والاذواق ديالها والملابس اللي كترتاح فيهم، لا في البوركيني ولا في جميع الملابس. وهنا كاين تشكيلات رائعه في البوركينيات. اللي بغى بوركيني اخر، الفيديوهات اللي لحقت من قبل حتى هما فيهم اشكال والوان في البوركيني وفي جميع الملابس. اللي بغى شي حاجه مرحبا. وما تنساوش تشتركوا عندي في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش ان شاء الله اي حاجه نزلتها عندي في القناه توصل عندكم نتوما الاولين. وبقاو معايا حتى لاخر فيديو، ودائما ننساو الصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ودابا عادي خليكم فرحت الله مع تتمه الفيديو وفيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.